إذن مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتابع مع حضراتكم مجهودات الدولة المصرية في إعادة المصريين أو الجاليات الأخرى من السودان، والآن بينضم إلينا موفد قناة إكسترا نيوز الزميل هشام عبد التواب من معبر أرقين. هشام، يعني لو ترصد لنا المشهد من حولك داخل معبر أرقين الحدودي على خلفية استقبال مصر لأبنائها المواطنين المصريين أو غيرهم من الجاليات الأخرى، تفضل. نعم حور، أرحب بك في البداية. ونحن دوما نتابع كل التطورات التي تحدث هنا في معبر أرقين. عادت الحافلات مرة أخرى تصطف في الجانب المصري من المعبر، عدد كبير دخل خلال الساعات الماضية لإنهاء الإجراءات الخاصة بالجانب المصري هنا وتسهيل الإجراءات بالتأكيد من الدولة المصرية لهؤلاء الذين قدموا خلال الساعات الماضية وأيضا خلال الأيام الأولى من عمليات الإجلاء، وبالتالي الذهاب إلى وجهتهم التالية. نتابع المزيد من الجنسيات التي تأتي إلى هنا. تابعنا في صباح هذا اليوم وفد من الفلبين، مجموعة من الرعاية من دولة الفلبين، وأكثر الحقيقة من 50 دولة جاءوا من هنا، عدد كبير من الرعاية جاءوا إلى معبر أرقين وبالتالي إلى يعني وجهتهم التالية. لازلنا أيضا نتابع آخر تحديثات الأرقام. حتى الأمس وصل أكثر من 5300 مواطن مصري منذ بداية عمليات الإجلاء، وإذا نظرنا حور إلى هذا الرقم سنجده يتضاعف مع الأيام. اليوم الأول كان حوالي 413 من العائدين من الجالية المصرية، النهاردة بنتكلم عن أعداد أكبر بكثير، الرقم يتضاعف يوم بعد يوم، وهذا يعكس بالتأكيد مجهودات الدولة المصرية في التنسيق مع المصريين المقيمين في السودان والذين يريدون العودة إلى أرض الوطن. في مجموعة من التحديثات دائما يعني تنشرها وزارة الخارجية للمتابعة مع المصريين الذين يريدون العودة إلى مصر خلال الأيام الماضية. تابعنا إعادة تمركز للقنصلية وأعضاء الدبلوماسية المصرية في الخرطوم نظرا طبعا للطبيعة الأمنية لهذا المكان. أيضا نشرت الخارجية المصرية صباح اليوم تقرير مهم عن أهم نقاط التجمع للمصريين الموجودين في السودان. نتحدث عن القنصلية في بورت سودان، وأيضا نتحدث عن مطار بورت سودان، ونتحدث أيضا عن مطار دونجولا ومعبر قسطل ومعبر أرقين. إذا نظرنا إلى الصورة الآن حور ونحن نتابع كل هذه الحافلات التي تمر من هنا، هذا المعبر مجهز حور بكميات كبيرة من المعدات ويستوعب أكثر من 300 حافلة، تقل الكثير والكثير كما نتابع من القادمين إلى هنا من جنسيات مختلفة، لعل الأبرز بالتأكيد هو الجنسية السودانية التي تجاوزت 14,000 مواطن سوداني جاءوا منذ بداية عملية الإجلاء، وهم ينتظرون هنا في هذا المكان في الجانب المصري من المعبر لإنهاء الإجراءات، والآن يتم العمل على إنهاء هذه الإجراءات للخروج من الجانب المصري للمعبر وبالتالي وجهتهم التالية. أيضا بالنسبة لي ما يستوعب هذا المعبر هو يستوعب حور أكثر من 7500 مسافر يوميا، وهذا يدل على أهمية هذا المعبر الآن في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها السودان. بالتأكيد هذا المعبر مهم ويشكل أهمية كبيرة نظرا للأعداد الكبيرة، نتحدث عن آلاف بل أكثر من ذلك الذين يأتون إلى هنا في انتظار إنهاء الإجراءات وأيضا في انتظار المساعدات. حور، شكرا جزيلا الزميل هشام عبد التواب موفد قناة إكسترا نيوز على كل هذه الصورة التفصيلية التي وضعتنا فيها، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من معبر أرقين البري.